معنا من مقر اقامه الاهلي في برج العرب الزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي عشان يحطنا وحضراتكم في الصوره كامله عن اجواء معسكر الاهلي ليله المباراه. كريم اهلا بيك. شكرا ليك يا استاذ ابراهيم المنيسي، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي ملك كتابه وقناه الاهلي في كل مكان. ان شاء الله باذن الله كالعاده بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. الدور ال 32 الاهلي وجيم بطل اثيوبيا على استاد برج العرب غدا في الساعه 6 مساء على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا زي ما انت عارف يا استاذ ابراهيم وكل جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله بكره المباراه على شاشه قناه النادي الاهلي بشكل حصري باذن الله تكون تغطيه كالعاده من خلال شاشتنا قناه النادي الاهلي، كواليسنا المعتاده لكل جمهور النادي الاهلي باذن الله. كل فريق العمل يكون موفق غدا في نقل مباراه دور ال 32 بين النادي الاهلي وفريق جيما بطل اثيوبيا. اجواء طبعا بالنسبه لفريق النادي الاهلي سواء في فندق الاقامه في التدريب بنضع كل جمهورنا في الاجواء الخاصه بكواليس فريق النادي الاهلي. كالعاده طبعا النادي الاهلي 48 ساعه معسكر مغلق هنا في الاسكندريه، مزيد من التركيز بيفرضه الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. تدريب النهارده كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي تم تحديده في الساعه 4:30 عصرا، وكان محدد يا استاذ ابراهيم يكون الساعه 6 وهو تدريب فريق جيما الاثيوبي. لكن طبعا زي ما انت عارف الفريق لم يصل حتى هذه اللحظه، مقرر وصوله ان شاء الله صباح يوم الجمعه الساعه 2 بالليل يكون ان شاء الله فريق جيما الاثيوبي وصل. كان محجوز له زي ما قلنا طبعا في الساعه 6 على استاد برج العرب، تعذر وصوله اكيد بهذا الشكل ان هم يصلوا فجرا، مش هيبقى في تدريب خالص لهذا الفريق، هيخوض المباراه مباشره. لكن لو بنتكلم بشكل عام على فريق النادي الاهلي، التركيز الكبير جدا اللي بيفرضه الجهاز الفني هنا في معسكر الفريق في الاسكندريه وايضا كمان في تدريب فريق النادي الاهلي. النهارده كان جرعه تدريبيه مكثفه للكابتن محمد يوسف، النهارده كان في بعض الجمل التكتيكيه كالعاده. 16 لاعب النهارده في قائمه فريق النادي الاهلي، امور صعبه يا استاذ ابراهيم بتمر على الفريق من غيابات واصابات، عندنا بعض الظروف ان شاء الله باذن الله الظروف دي تنعكس على فريق النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي لابد تكون موجوده، روح الفانيلا الحمراء باذن الله كل الامور دي تخلق دوافع جديده للاعبي النادي الاهلي. لو بستعرض معاك سريعا يا استاذ ابراهيم، 16 لاعب في قائمة فريق النادي الأهلي في حراسة المرمى شريف إكرامي وعلي لطفي أيمن أشرف محمد هاني سليف كولوبالي هشام محمد عمرو السلية كريم ندفد محمد شريف وليد سليمان ناصر ماهر أحمد حمودي ميدو جابر إسلام محارب وحسام عاشور ومروان محسن. زي ما أكدنا وقلنا طبعا الاصابات والغيابات الكثيره اللي بتضرب فريق النادي الاهلي، النهارده 7 لاعبين هيكونوا غايبين عن فريق النادي الاهلي، دكه البدلاء كمان يا استاذ ابراهيم هتكون حارس مرمى واربع لاعبين فقط. يمكن من الظروف الصعبه جدا ان النادي الاهلي بيدخل بدايه بطوله افريقيه ونسخه جديده بالغيابات دي، لكن زي ما قلنا واكدنا كل لعيب يرتدي قميص النادي الاهلي عندنا ثقه كبيره فيه، ان شاء الله كل لعيب يكون متواجد يكون على قدر المسؤوليه كالعاده، بنجدد الثقه دايما وثقتنا لن ولم تهتز في الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي بغض النظر عن كل الظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي. لو بستعرض كمان معاك الغيابات سواء من الاصابات اللعيبه كمان اللي ممكن عندها ايقاف امثال وليد ازارو، لعيبه كمان هتعود بشكل كبير خلال الفتره القادمه، النهارده يمكن الشناوي واحمد فتحي وسعد سمير ووليد ازارو وصلاح محسن ومحمد نجيب وعلي معلول ابرز الغيابات اللي هتكون غايبه عن مباراه الغد يوم الجمعه. ان شاء الله باذن الله زي ما اكدنا وقلنا جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير جدا غدا، ان شاء الله جمهور النادي الاهلي لابد يكون السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الأهلي. منتظرين الجمهور يكون متواجد، التشجيع بحماس كبير جدا، تشجيع النادي الاهلي فقط داخل المستطيل الاخضر، وزي ما اكدنا وقلنا اكثر من مره يا استاذ ابراهيم في فصل تام للجهاز الفني واللاعبين عن عدم وصول الفريق المنافس. يمكن الامور دي ممكن تقول شويه ان الفريق هيبقى مجهد، هيبقى عنده يمكن لود شويه او حمل تدريبي شويه، خلاص ما خدش تدريب على ملعب استاد برج العرب اللي هيخوض عليه المباراه، لكن كل الامور دي لعيبه النادي الاهلي مركزه فقط في المباراه، مباراه ستكون بدايه موفقه. كابتن محمد يوسف اكد 180 دقيقه مش 90 دقيقه فقط، ال 90 دقيقه الاولى ستكون في القاهره، ال 90 دقيقه القادمه ستكون في اثيوبيا، وان شاء الله باذن الله مجموع المباراتين ياهلنا لدور ال 16 كمان. يمكن لسه طبعا الوقت لسه شويه على مباراه العوده، لكن بجانب الظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده مباراه امام النجوم في بطوله الدوري العام يوم 17 الساعه 7 مساء، مباشره عقب انتهاء هذه المباراه النادي الاهلي سيتوجه الى اثيوبيا استعدادا لمباراه العوده. زي ما قلنا تلاحم كبير للمباريات، مباريات بطوله الدوري العام ومنها مباشره على بطوله افريقيا، والاصابات اللي عندنا في لعيبه يمكن هتدخل فيها القائمه، الشناوي هيعود باذن الله
علي معلول. عندنا طبعا معلومه ان علي معلول سيتواجد باذن الله في اثيوبيا في المباراه القادمه. في بعض اللعيبه هتدخل معانا في القائمه، لكن زي ما قلنا قبل كده ان شاء الله كل اللعيبه، احمد فتحي كمان، جونيور اجايي، عدد محمد نجيب، كل اللعيبه كمان اللي يمكن خلاص بتصل ليها المراحل ان هي في التاهيل ان شاء الله باذن الله تكون مع فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي يحتاج كل اللاعبين خلال الفتره القادمه، وغدا باذن الله بنوعد كل جمهور النادي الاهلي يكون تغطيه مثاليه، تغطيه مميزه على شاشه قناه النادي الاهلي. واكيد يا استاذ ابراهيم هنكون مستمرين معاكم من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه لحظه بلحظه لنقل كواليس اجواء فريق النادي الاهلي قبل مباراه النادي الاهلي وفريق جيما الاثيوبي، وايضا كمان المباراه بشكل كامل ستذاع على شاشه قناه النادي الاهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال ملك وكتابه، وايضا كمان من خلال قناه النادي الاهلي باذن الله. غدا يكون فوز مريح للنادي الاهلي اداء ونتيجه تساعدنا بشكل كبير جدا في مباراه العوده. عوده ليك يا استاذ ابراهيم المنيسي.